حديقة ملهمة جهد شبابي سعودي لحماية البيئة. بجهود فردية شاب مصري يبتكر سيارة رياضية. وفي ليبيا العلاج بالرسم اتجاه جديد لفائدة الأطفال. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة أخبار اليوم. أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون على تمسك بلاده بتنفيذ الالتزامات المنبثقة عن القمة السعودية الأمريكية، وشدد على تمسك واشنطن بسياسة العقوبات مع إيران منددا بدورها المزعزع للأمن في المنطقة. كما دعا تيلرسون الميليشيات الإيرانية لمغادرة العراق مع اقتراب حسم المعركة مع تنظيم داعش. باركت دولة الإمارات تحرير مدينة الرقة السورية من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أن تطهير الرقة من داعش هو تطور إيجابي مهم في طريق التصدي للإرهاب والوحشية التي انتهجها التنظيم خلال الأعوام الماضية. جددت مصر موقفها الداعم بشكل كامل لوحدة العراق وسلامته الإقليمية ووقوفها بجانب العراق في جهود استعادة الأمن والاستقرار على كامل أراضيه. وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على قوة العلاقات التي تجمع بين البلدين على مختلف المستويات. كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن وجود انقسامات حادة داخل نظام الملال في إيران، مستشهدة بتوجه الحكومة لتحجيم قدرة أحد أكبر أذرعها العسكرية الحرس الثوري بسبب تلاعبه في الاقتصاد المحلي وجني مبالغ طائلة على حساب الحالة الاقتصادية المتدهورة داخل البلاد. وقالت الصحيفة أن هناك خلافات كبيرة بين الرئيس الإيراني حسن روحاني والحرس الثوري الإيراني، حيث يتهم روحاني الحرس الثوري الإيراني بأنه السبب الأول للتدهور الاقتصادي في البلاد، مضيفة أنه تم القبض على العديد من كبار المسؤولين في الحرس الثوري بتهم الفساد. قتل 13 شخصا وأصيب 16 آخرون بجروح عندما فجرت 3 انتحاريات أنفسهن في مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو النيجيرية. وقال مصدر عسكري إن امرأة فجرت حزامها الناسف أمام مطعم صغير في الشارع ما أدى إلى مقتل 13 شخصا، وأضاف أن انتحاريتين أخريين فجرتا نفسيهما في هجومين متتاليين ما أدى لإصابة 16 شخصا على الأقل بجروح. استطاعت مجموعة من الشباب المبدعين أن تحول النفايات اليومية إلى حديقة فنية تمتاز بلوحات معبرة عن قدرة الشباب على إحداث التغيير في أي شيء من حولهم بالاستعانة بالبرامج الصوتية والجرافيكس من خلال حديقة ملهمة في منطقة عسير. لنتابع التفاصيل. يواصل فريق فني من الشباب والفتيات في مدينة أبها عمله التطوعي لتحويل المستهلكات اليومية إلى أعمال فنية لافتة تثير إعجاب زائري الأماكن السياحية. ويحتل هذا المشروع الفني الذي أطلق عليه اسم ملهمة مساحة كبيرة من إحدى الحدائق العامة التي خصصتها أمانة عسير، حيث أنجز الفنانون والفنانات المشاركين حوالي 100 عمل من الجرافيكس والصوتيات ومختلف أشكال الفنون التي اعتمدت بشكل كامل على تدوير المستهلكات اليومية وتحويلها إلى أعمال تلفت الأنظار. صراحة حديقة ملهمتي كانت بناءة جدا في إعادة التدوير، وحنا شاركنا كشباب سعوديين بمقهى باريستا ملهمتي، عدنا فيه تدوير البن الطبيعي، عدنا تدوير الإنارة، عدنا تدوير مواد طبيعية خام. وقد تم استعمال عدد كبير من المواد والخامات المستهلكة كالأخشاب والأوراق والبلاستيك المرن والمقوى والمعادن وغيرها لإنتاج أعمال ثابتة وأخرى متحركة وصلت لأكثر من 100 عمل. احنا في ملهمة الشباب في المنطقة هذه سوينا من أعمال إعادة التدوير كثير، مثل عندك الجلسات الطبليات كلها
البويه اشتغلنا عليها حتى احنا. منظر المقهى عندك شكل الورد والزهور كلها على اشكال كفرات، نفس الشيء مع الزينه الخارجيه كلها طبليات كلها بكرات، يعني كلها اعاده تدوير وتستفيد، كلها طاولات موجوده عندنا. ويهدف المشروع إلى تقديم رسالة فنية للمجتمع للحفاظ على البيئة من خلال تحويل الأشياء المستهلكة إلى فن جميل. ملهمتي هي حديقة اخترناها في وسط أبها لتكون جامعة لجميع الأعمال الفنية من إعادة التدوير. أنت تعرف أن البيئة تحتاج منا نظرة مختلفة كفنانين، حاولنا أن نخدم البيئة بطريقة إعادة التدوير مثل ما شفتوا بعض الأعمال اللي موجودة. الآن حنا في حديقة ملهمتي بإذن الله راح نستمر طوال السنة ويكون عندنا فعاليات بإذن الله. حديقة ملهمتي تحولت إلى ورشة فنية لطرح الأعمال بشكل دائم لتصبح منصة دائمة لكل المبدعين والموهوبين في المنطقة الذين استفادوا من المكونات الطبيعية لعصير، إضافة إلى الاستفادة من التراث الثري للمكان. حديقة ملهمتي عجبتني مرة لأن الأشياء اللي فيها مي جاهزة الناس هم اللي يشتغلون فيها. حديقة ملهمتي مثل ما هو واضح قدامك، يعني أشياء استخدمت من المتوفر، إعادة تدوير كدرام كأخشاب معينة من الأشياء المحيطة. حديقة ملهمتي فيها شباب مبدعين بنوع أو بشكل مميز، كل فكرة شاب في هذه الحديقة تعطيك انطباع آخر، تميز آخر، وتعطيك إلهام في عملية إعادة التدوير في هذه الحديقة بشكل كامل. مفهوم جديد لإعادة التدوير، ولكن هذه المرة بطريقة إبداعية وبأيدي شبابية. لأخبار الآن، زيد الزيد أبها من المملكة العربية السعودية. عمر زهران شاب مصري دأب على مدار 5 سنوات على تصميم سيارة رياضية هي الأولى من نوعها في مصر، وبلغت تكلفتها حتى خرجت إلى النور حوالي 500,000 جنيه لنتاج 4 تجارب متتالية. رمضان المطعني من القاهرة والتفاصيل. بعد 5 سنوات من العمل لأجل حلمه لم يستسلم للصعوبات. عمرو زهران أول مهندس مصري يصمم سيارة رياضية بأيدي مصرية خالصة. في هذه الجولة سيحكي لنا عن حلمه وكيف وصل إليه. ماركة السيارة هي عمرو زهران، العمر 5 سنوات. اسمه وعلم مصر يتصدر السيارة الرياضية. الشاب المصري ذو 28 عاما حول حلمه إلى حقيقة على أرض الواقع من خلال ورشة منزله بسيارة لم تختلف كثيرا عن تصميمات السيارة العالمية. بعد ما خلصت الجامعة بقى ابتديت ان انا اخش لوحدي في الموضوع، ورحت لقيت العمليات التنمية الصناعية عرضت عليهم ان انا اعمل كده، طبعا ما وافقوش، قالوا احنا ما عندناش الامكانيات ديت ولا عندنا اي حاجه متاحه ان احنا نقدر نعمل حاجه زي كده. فهي اتاكد ان انا هروح لوحدي وان انا هنجح لوحدي وان انا اعمل كل حاجه لوحدي ومش هعتمد على حد خالص وهعتمد على نفسي بس. بدا الحلم ينسج خيوطه مع تمكن عمرو عن التغلب على الاحباط الذي احاط به من اقرب الناس اليها، لكنه قرر خوض التحدي ليصبح اول شخص يقود سياره من تصميمه وصنع يديها. ما فيش اي حد من دعم الناس كلها كانت متخيلين، بيقولوا انت مجنون انك تعمل حاجه زي كده في مصر، يعني انا ما فيش حد دعمني، انا بابا مش مقتنع بيا، والدتي برضو فاهم مقلقه، اخواتي مقلقين، بيقولوا عمرو بيرمي فلوسه في الارض، عمرو خلاص كده راحت منه، ما كانوش متخيلين ان انا هوصل لحاجه زي كده بالوقت دوت وبصرف فلوس الرميتها دي كلها فاكرينها هرميها في الارض، لكن الحمد لله انا كنت واثق في ربنا ان هو مش هيضيع تعبي. 500,000 جنيه كانت مجرد مخطوطة على الورقة هو تمويل ذاتي لأكثر من تجربة حتى وصل لهذا التصميم ليثبت قدرة المصريين على منافسة السيارات العالمية. كنت اشتغل 10 شهور واخر شهرين اشتغلهم في العربية، فطبعا عشان كده خدت وقت جامد جدا، وفي نفس الوقت في مصاريف اترمت في الارض، لان مثلا كنت اطلع ديزاين يطلع مش عاجبني فيه حته فاختار ارميه واعمله من اول تاني، غيرت التصميم 4 مرات. وكمان اصعب حاجات في التصميم انك انت تنحت اليمين زي الشمال بالظبط، دي الحمد لله خدت مني وقت بس الحمد لله عملتها. بس في الاول وفي الاخر يعني ما العربيات القديمه اتعملت من غير مكن واتعملت برده كده اهوت، فانا مش كل حاجه هقدر، لو عايز اعمل حاجه مش هرمي لوم على حاجه معينه ان انا اعملها. طموحات الشاب العشريني لم تتوقف، بل قرر التقدم لمسابقه دوليه للابتكارات الخاصه بالسيارات تنعقد بجنيف في يناير المقبل.
غير أنه يتمنى أن تتبنى جهة رسمية في الدولة سيارته المصنعة في مصر حتى لا تنضم إلى سلسلة من ابتكارات سابقة له لم ترى النور. طموحي عالي شوية عن إيه؟ إن أنا مش عايز أعمل عربية عادية، لا أنا قافلة معايا إن أنا أعمل حاجة لا تقلب الدنيا، مش حاجة صغيرة يعني. بس فهو التصميم فعلا هو زي ما حضرتك شايف يعتبر عالي جدا، مش كوري، ولا نشوف عباد يقول انها كوري ولا يقول انها الماني. وانا اصلا حلمي ان انا مش هقف هنا، لا انا عايز ابقى مصمم عالمي. انا خلاص هنا في مصر خدت احسن مصمم، لا انا عايز الخطوه الجايه ابقى مصمم عالمي. وتابع مصمم السيارات الشاب انه تلقى ايضا عددا من العروض الخارجيه للعمل، وانه حتى الان ما زال يدرس جميع الفرص المتاحه له حتى يستقر على افضل عرض. لاخبار الان، رمضان المطعني، القاهره. العلاج بالرسم طريقة مبتكرة لعلاج الأطفال في ليبيا من الأمراض النفسية نتيجة الحروب والصراعات التي غالبا ما يكون فيها الأطفال هم الضحايا ويدفعون الثمن غاليا. مزيد في تقرير مراسلنا محمد عقوب. ألوان تصرخ بالفن والرغبة في الحياة، خطتها أنامل الأطفال في ورشة العمل التي أقيمت في مدينة مصراتة لرسومات الأطفال وعلى مدار 3 أيام. كانت تجسد حالة أخرى موازية عكس ما عاشه أطفال تلاحقت عليهم أخبار الحرب والصراعات في ليبيا، فقد كان هذا النشاط جزءا مهما من علاج نفسي يحتاجه أطفال يمتلكون عقولا مستنيرة يعول عليها في بناء الأوطان. هكذا يقول لنا الفنان الليبي عادل الفرتية، أحد منظمي هذا النشاط. عملية إخراج الأطفال من الحالة السلبية التي وجدوا فيها، نحن نعرف أن ليبيا مرت بمراحل صعبة جدا بالنسبة للكبار وبالنسبة أيضا للأطفال، يعني الأطفال عانوا كثيرا، وبالتالي كان التركيز على أن يكون الطفل موجود وحاضر مع الفن ومع الناس، وأيضا في التمازج بينه وبين الأطفال الآخرين. الكنز الإبداعي الذي تمثل في الفن الذي أنتجه الأطفال كان المقابل لما تعكسه رسوماتهم التي جسدت حياة وأزهارا مقابل الدمار والخراب الذي أنتجته الحروب. هذه النشاطات جاءت اليوم لتفرز إبداعات صغيرة ستبقى مع مرور الزمن. لما نشوف الأطفال معايا نمرح ونزيد نرسم ونزيد نبدع فن بارع ليا. المنظر الطبيعه اكي لما نبداش عندي رسمه ديما نرسم فيها، نبدا نرسم في جرب نخلات وشمس. نشوف ان مرات في عيل عدواني يغير الرسم يغير من سلوكه، انا نقدر نغير له سلوكه من خلال الرسم، او نعطيه حاجه يقعد يشتغل فيها يدويا، أشغال يدوية. تجاوب الأطفال من خلال تلك الرسومات بعفوية مطلقة وصادقة مع معطيات اللون كان واضحا على مدار 3 أيام من خلال هذا النشاط. وهنا أمام هذا المرسم الذي كان بمثابة العلاج للأطفال كانت صناديق الذخيرة المليئة بالكتب في رمزية واضحة على أن السلاح الحقيقي هو التسلح بالمعرفة والفنون. لأخبر الآن محمد عقوب، مصراتة. فقراتنا متواصلة وتجدون فيها بعد الفاصل. 14 فيلما في مهرجان يضم مشاركات من أبناء الأسر السودانية. أهلا بكم من جديد. اختتمت في العاصمة السودانية الخرطوم مبادرة تدريب الأطفال لصناعة الفيلم السينمائي في موسمها الثالث. المبادرة لاقت إقبالا ورغبة كبيرة من الأسر السودانية للدفع بأطفالهم لتعلم واكتساب مهارات جديدة. التفاصيل في التقرير التالي. مئات الأطفال وعائلاتهم حضروا حفل ختام الموسم الثالث لمبادرة تدريب الأطفال لصناعة الفيلم. المبادرة تهدف لتحقيق مبدأ المشاركة الفاعلة للأطفال في تنمية مجتمعاتهم وإتاحة الفرصة بالتعبير عن أفكارهم في صناعة الأفلام، فضلا عن اكتشاف مهاراتهم وتطويرها
بعد أن تلقوا تدريبات نظرية وعملية في مجال صناعة السينما. أهم ما يميز العام 2017 هو مشاركة أو إنتاج أفلام شاركت في مهرجانات ومسابقات عالمية. أحرز واحد من الأفلام المركز الأول عالميا في مسابقة مدارس التعليم البريطانية وكامبريدج بعد تفوقه على 800 مدرسة حول العالم. ستة عشر طفلا شاركوا بالسيناريو والتصوير والتمثيل وحتى الإخراج في صناعة 14 فيلما كانت لهم منبرا، عبروا من خلاله عن تطلعاتهم المستقبلية وغرست فيهم قيم العمل الجماعي والفريق الواحد. أنا أحمد هيثم مخرج من فيلم ما حنك. من الأربعة إحنا أربعة مخرجين تعاوننا في الفيلم ده، بقينا إحنا كلنا مخرجين مع بعض. وأنا بينه الأفلام هي الطريقة الوحيدة منا المجتمع بيقدر يسمع صوتي، لأنه أنا كطفلة صوتي ما مسمع في المجتمع، فلقيت الطريقة دي حلوة جيد ومعبرة وبتوصل رسالة مهمة جيد للمجتمع، فتجربة حلوة جيد عجبتني. لم يسبقوا أعمارهم ولا يختلفون كثيرا عن غيرهم من الأطفال، ولكنهم وجدوا التشجيع من ذويهم وأتيحت لهم الفرصة ليطلقوا العنان لأفكارهم، مستخدمين أدوات العمل السينمائي للتعبير بلغة الصوت والصورة والحركة عن مشاكل يعاني منها المجتمع. اشتركت في مبادرة تدريب الأطفال لصناعة الفيلم، عملنا فيلم بيتكلم عن الأمراض النفسية، يعني كيف الناس تتعامل مع الناس اللي عندها مرض نفسي وكيف يخففوا المرض. في حاجات أنا يعني اكتسبتها من المبادرة، أنا شخصيا ما قدرت يعني أوصلها لا في التربية أو في أي فهم، ما قدرت أوصلها لها، إنما هي اكتسبتها من المبادرة ومن الوسط اللي هي عاشت فيه. من مدينة تبعد عن العاصمة الخرطوم 500 كيلومترا جاء بشير للمشاركة في المبادرة كمخرج لفيلم براءة، أثر عدم الحديث كي لا يفوته شيء، مفضلا مشاهدة الفيلم حتى تكتمل الصورة. عشرات الأطفال هنا عرضوا أحلامهم وطموحاتهم وحتى مخاوفهم بشكل أفلام سينمائية قصيرة علها تجلب انتباه الكبار لمستقبل يرونه أفضل، تمنوه وصنعوه على الأقل في هذه الشاشة. لأخبار الآن، محمد أبو العمرين، الخرطوم. بعد تقارير منظمة الصحة العالمية التي حذرت من انتشار البدانة بين الأطفال والمراهقين، يبدو أن دولا عدة بدأت تتخذ إجراءات حازمة عبر فرض ضرائب على المواد الاستهلاكية الضارة بالصحة، وهو إجراء من المرجح أن يؤثر سلبا على صادرات المشروبات الغازية من الولايات المتحدة. المزيد حول الموضوع في تقرير الزميلة حنان ظاهر. هي حرب، ولكن حرب من نوع جديدة، حرب لأول مرة تحمل معان إيجابية وصحية. الحرب على السكر، هذه المادة التي ملأت صفحات دراسات العلماء الذين يحذرون من خطرها. ها هي الحكومة تستجيب والحزم يأتي عبر الضرائب. وآخر الملتحقين بالركب اليوم هي تايلاند التي فرضت ضرائب على المنتجات المحتوية على نسب مرتفعة من السكر، وبهذا تنضم أحد أكبر الدول إلى قائمة آخذة في الزيادة تضم عدة دول تطبق مثل هذه الإجراءات. هذه الإجراءات ستؤثر بالتأكيد سلباً على صادرات المشروبات الغازية من أمريكا والتي تقدر قيمتها بتسعة ملايين دولار. ولكن وبعد آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية حول انتشار البدانة بين الأطفال والمراهقين والذي أفاد بزيادة معدلات البدانة إلى 10 أمثالها في 4 عقود، أصبحت الضرائب ضرورية لتقليل استهلاك المسبب الأول للبدانة، وصوتت مناطق في الولايات المتحدة العام الماضي لصالح فرض ضرائب على المشروبات المحلاة،
لكن قطاع صناعة المشروبات الغازية حقق انتصارا هذا الشهر عندما صوتت المقاطعة التي تضم مدينة شيكاغو لصالح إلغاء هذه الضريبة، وتبحث حكومات دول في أنحاء العالم فرض الضرائب على المشروبات الغازية المحلاة بهدف كبح تفشي مشكلات صحية مثل مرض السكري والسمنة. منها دول عربية طبقت بالفعل نظام الضرائب هذا، فهل تنتهج دول عربية أخرى هذا النهج أيضا؟ أوصى باحثون أمريكيون بضرورة تنظيف لثة الأطفال قبل بروز أسنانهم منعا لتسوسها لاحقا. الزميلة عبير عبدالله المختصة بالملف الصحي في غرفة أخبار الآن التقت الدكتورة ياسمين قطيط الأخصائية بطب أسنان الأطفال. نتابع. دكتورة ياسمين، الواجب على الأم إن هي تحافظ على أسنان أطفالها من بداية ما ينولد الطفل. لابد إن الأم تحرص على نظافة اللثة، حتى لو بدأ لسه ما بدأت تطلع أسنان لازم تحافظ على نظافة اللثة إلى من بداية تبتدي تطلع له السنتين ويكمل بعدها اللي هي المراحل تبعت إنه تطلع له الأسنان الدائمة. كيف الأم تحافظ على أسنان الطفل من بداية ولادته وتحافظ على اللثة؟ طبعا في الأول السؤال ده مهم قوي، بتسأله كتير في عيادتي انه ازاي نحافظ على صحة فم الطفل من اول ما يبقى فيه سنان. والله كل مرحلة عمرية وليها ادواتها اللي ممكن نستخدمها. اول حاجة يستحسن ان انا اغسل فم طفلي واحافظ على نظافته من شهره الاول، والادوات الموجودة متواجدة ليا للفترة دي بتبقى عبارة عن مجرد فرشة بحطها على صبعي وبغسل للطفل. ممكن اخلي الغسيل او النظافة تبقى مرة واحدة في اليوم، يستحسن تبقى في المرة اللي هي بنغسل للطفل شاور الطفل in general، بتبقى في المرة دي. أول 6 شهور من عمر الطفل بيبقى أحسن حاجة أن أنا أشتري فرشة رأسها صغيرة عشان تبقى بسهولة وبسلام أن أنا أغسل الطفل من غير ما أجرحه ومن غير ما أجرح اللثة. بعد كده كل ما الطفل بينمو بيبقى فيه أسنان أكتر بتطلع في فمه، فممكن أجيب فرشة أكبر شوية مثلا زي الفرشة دي. تعريف الطفل على الفرشة ممكن ياخد وقت، احيانا ممكن ياخد up to شهر من عمر الطفل، ان انا ممكن اشتري فرشة تانية اديها له هو بس، هو يتعامل مع الفرشة ان هي حاجة زي لعبة. بعد فترة بيتقبل الطفل الفرشة وبيتقبل غسيل السنان بتاع ماما او بتاع بابا. يبقى احنا كده اتكلمنا انه اول 6 شهور بنبتدي نحط فرشة، وبعد كده في نفس الوقت من 6 شهور لسنتين الطفل بيسنن، فمش غلط ان احنا نبتدي نستخدم اداة للتسنين من اول ما من قبل ما الأسنان تبتدي حتى تطلع. فرشة التسنين دي الطفل ممكن يستخدمها ذات نفسه سبشلي لو عندها البارير الصغير ده عشان تمنع ان الطفل يحط الفرشة بطريقة غير سليمة في فمه. فرشة التسنين بتخلي الطفل يساعد نفسه على تسنين سهل عشان فترة التسنين الصعبة تمر بسلام. حاجة كمان في أول الفترة دي اللي هو من زيرو لشهرين لسنتين سوري، ممكن الطفل نبتدي نستخدم له حاجة للتسنين أو مرهم للتسنين، والمرهم ده من المراهم الطبيعية اللي ممكن الطفل يستريح عليها من غير مواد اصطناعية. بالنسبة لمعجين الأسنان من عمر الطفل الأول اللي هي أول سنة ممكن نستخدم معجون من غير فلورايد خالص، وبيبقى فيه مادة اسمها مادة الزيلتون. المادة دي بتبقى مضادة للبكتيريا وبتبقى بصحة أمنة على الطفل. بعد عمر الطفل الأول بنحتاج نديله فلورايد، لأن الفلورايد بيبقى فيه ميزات كتيرة قوي، فوائد كتيرة قوي، بيحسن السنان وبيخلي البكتيريا تبقى قليلة. ممكن حاجة من الحاجات اللي نستخدمها برضو متواجدة في السوق وبيبقى فيها فلورايد، وبيبقى أحيانا مكتوب عليها from 0 to 2 years. فقراتنا متواصلة وتجدون فيها بعض الفاصل. هابي ديث داي يواصل صدارة شباك التذاكر العالمي. أهلا بكم من جديد، والآن إلى جولة الصحافة. نبدأ جولتنا من صحيفة الأيام البحرينية التي عنونت مئات الأغنام تجوب شوارع مدريد. تجول أكثر من 1300 رأس من الغنم و60 رأس ماعز وسط العاصمة الإسبانية مدريد
في إطار مهرجان تراشومانسيا الذي ينظم منذ عام 1994 وتمتد جذوره إلى العصور الوسطى. وأدى المزارعون والرعاة رقصات شعبية متنوعة على أنغام الموسيقى الشعبية المحلية. صحيفة اليوم السابع المصرية عنونت قريبا الطعام يطير مباشرة إلى فمك. اكتشف مجموعة من الباحثين في جامعة ساكس إمكانية لضبط الموجات الصوتية عالية التردد يمكن ضبطها لجعل الأطعمة اللذيذة قادرة على الطفو. وقال العلماء إن هذه التجربة تجعل الطعام أكثر حلاوة، إلا أن الطعام يجب ألا يكون أكبر من حجم البازلاء. صحيفة الغد الأردنية عنونت التجول بين الأجرام السماوية عبر جوجل بات متاحاً. أعلنت شركة جوجل عن إطلاقها نسخة جديدة من برنامج جوجل ماب يستطيع من خلاله المستخدم استعراض الأقمار الصناعية والكواكب القزمة وحتى محطة الفضاء الدولية. إلى صحيفة القبس الكويتية التي عنونت كتاب لابن سينا في مزاد علني. تعرض دار ساوثبي بالعاصمة البريطانية لندن مقتنيات عثمانية فريدة، بينها الجزء الثالث من كتاب القانون في الطب لابن سينا بمزاد علني، تنظمه يوم 25 من أكتوبر الجاري. ويتوقع أن يتراوح سعر الكتاب بين 80,000 و 120,000 جنيه استرليني. وأخيرا مع صحيفة البيان الإماراتية التي عنونت فك شفرة فيروس الإيدز بالكامل. تمكن باحثون أمريكيون من اكتشاف آخر جزء من بروتينات فيروس الإيدز المؤلفة من 15 جزءا، وتمكنوا من فك شفرتها. وقال الباحثون إن الجزء المكتشف مسؤول بشكل كبير عن ضم الغلاف الخارجي الشوكي للفيروس مع بقية الخلية وجعله يبدأ بعمليات استنساخ نفسه بداخلها. وصل فيلم الرعب والغموض هابي ديث داي تصدره لشباك التذاكر العالمي خلال أسبوعه الأول، حاصدا إيرادات بلغت 39 مليون دولار أمريكي بعد عرضه في أكثر من 2500 دور عرض سينمائي حول العالم. والفيلم من تأليف سكوت لوبدل وإخراج كريستوفر لندن، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم. قبل أن أودعكم إليكم تذكير بأبرز العناوين. حديقة ملهمة جهد شبابي سعودي لحماية البيئة. بجهود فردية شاب مصري يبتكر سيارة رياضية. وفي ليبيا العلاج بالرسم اتجاه جديد لفائدة الأطفال. وصلنا إلى الختام. للمزيد يمكنكم دائما مشاهدينا متابعتنا على موقعنا الإلكتروني، كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته. نلقاكم بعد أقل من نصف ساعة في مجزل الأخبار. إلى اللقاء.